ولقراء أكثر عمقا بشأن اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين المستقلة، بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور جهاد الحرزين المحلل السياسي الفلسطيني. يعني دكتور، بعد التحية، استيقظنا اليوم على اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، ما الذي يمكن أن يترتب على هذه الخطوة في القانون الدولي؟ يعني أولا بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن هذه الخطوة هي خطوة إيجابية بشكل كبير اتجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة هي رسالة واضحة من قبل العديد من الدول الأوروبية، والتي أعتقد خلال الفترة القادمة ستطلب دول أخرى، ولكن هذا يدل على أن هناك أصبحت صحوة، أصبح يقين لدى هذه الدول بأن كل ما كان يمارس التضليل والخداع رواية إسرائيلية الحقيقة التي تتحدث عنها شعبا فلسطينيا نريد أن يعيش كبقية شعوب الأرض وأن يكون له دولته المستقلة ولديه من الإمكانيات البشرية التي تؤهله لأن يحكم نفسه بنفسه وأن يكون له هذه الدولة المستقلة. لذلك جاء هذا الاعتراف تتويجا أولا لجهد دبلوماسي سياسي فلسطيني وعربي متواصل ومتكامل في كافة الأرقة الدولية وبعلاقات ثنائية مع العديد من الدول باتجاه ضرورة الاعتراف، وخاصة نحن نتحدث بأن هذا الاعتراف يدلل على فكرة الاعتراف بحل الدولتين. نعم، العديد من الدول تعترف بحل الدولتين، ولكن المقابل هي تعترف بدولة إسرائيل ولا تعترف بالدولة الفلسطينية. لذلك هذا مع قرار دكتور جهاد، عذرا على رداءة الصوت من المصدر، استأذنك في الوقوف بمكان افضل. ايوه نعم دكتور جهاد. تسمعني جيدا؟ اسمعك. يعني كيف يمكن البناء على هذه الخطوة والعمل على استثمارها في إطار وقف جماح إسرائيل والتوجه نحو نيل العقاب الدولي المستحق لها؟ يعني أعتقد بأن الأمور ستكون بشكل إيجابي أكثر، وخاصة بأن هناك حالة من التوتر ما بين هذه الدول وما بين دولة الاحتلال، الأمر الذي سينعكس إيجابا على العديد من المواقف المتعلقة سواء على الصعيد الشأن القانوني وعلى الصعيد السياسي وكذلك في إطار المؤسسات الدولية. ونحن نعلم جيدا بأن هذه الدول لها من المكانة والتأثير في دول الاتحاد الأوروبي بما يتعلق بالعديد من الشراكات التي هي مع دولة الاحتلال، وفي حال اعتراض احدى هذه الدول على اي شراكة متعلقة بدولة الاحتلال، اذا سيكون هناك وقوفا او توقفا عن التعاطي مع دولة الاحتلال. هذا من جانب. من جانب آخر، لا في إطار دور الجمعية العامة للمتحدة، ونحن نعلم بأن هناك القضايا المرفوعة على دولة الاحتلال سواء في محكمة العدل الدولية أو المذكرات التي أعلن عنها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان، ولذلك ستكون أو ستضيق أو سيضيق الخناق على دولة الاحتلال وعلى قادة دولة الاحتلال في التعاطي أو التعامل. ولذلك سنجد أو سنصحو في يوم من الأيام لنجد بأن دولة الاحتلال أصبحت دولة معزولة عن أولا عن محيطها، ثانيا عن العالم بأسر، وخاصة هي ما تدعي بأنها دولة متحضرة ومتقدمة وتلتزم بالقانون كأحدى الدول الأوروبية. سنجد بأن هناك حالة من اللفظ من قبل الدول الأوروبية تلفظ هذا الكيان خارجها أو في حالات الشراكة والتعاطي، وكل ذلك سيكون بمجهود وبتأثير إيجابي كبير على مستقبل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى المواقف التي ستتجسد سواء في الأمم المتحدة أو خلال مجلس الأمن الدولي أو حتى في إطار المنظمات الدولية، مجلس حقوق الإنسان الدولي، وفي إطار العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ما بين دولة الاحتلال وهذه الدول. حتى استمعنا اليوم إلى وزير خارجية الاحتلال يتحدث بأنه يريد فرض عقوبات على هذه الدول، يريد فرض عقوبات على أسبانيا وعلى النرويج وعلى إيرلندا، وكأنه أصبح هو المتحكم بهذه الدول، بما يثير الخلافات ويثير مجموعة من الأزمات التي بالنهاية ستنعكس سلبا على الاحتلال. واليوم استمعنا الخارجية الفرنسية تتحدث بأن قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليست من الموانع التي لديها، بل في أي لحظة قد تتجه إلى الاعتراف. ولا ورأينا المواقف الفرنسية والبلجيكية وغيرها من الأوروبية المتعلقة بقضية المحكمة الجنائية الدولية
تجاوزت أعداد العديد من الدول. في حال وصول نتنياهو أو جالانت إلى هذه الدول سيتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. إذن في قراءة المشهد بشكل أوسع سنجد بأن تضيق الصورة على دولة الاحتلال في محاولة من إطار العزلة الكبيرة. وهذا من جانب، ومن جانب آخر الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بحالة أكثر عزلة من خلال فقدانها لحلفائها، وخاصة نحن نتحدث عن العديد من دول الاتحاد الأوروبي. نعم، وضحت الصورة دكتور جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.